مساكم الله بالخير متابعين قناة العدالة، برنامج على السيف. هذا البرنامج الجميل بمذيعينا وبمعدينا وبطاقمه، الله يعطيكم الصحة والعافية. مداخلة خفيفة لطيفة، مع ان انا في العادة لازم اعبر في الوايد مداخلات، بس باختصر كثر ما اقدر. لما قالوا لي اليوم معاكم ضيف جميل بحجم ابو ايمن، الاستاذ المخرج منير الزعبي، مهما قلنا في حقه ما نوفي حقه. انا في الغالب في حياتي الشخصية اي شخص يضيف لي امتن له واشكره، من باب ومن طلب ومبدا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا الشخص على النطاق الشخصي خلوه على صوب، هو يعرف غلط عندي. على النطاق الفني ما لكم شغل بستايله اشقر وكاشخ وعيون زرق، لا لا. هذا على النطاق الفني هو شخص مختلف شخصيته تماما، وعصبي ويركز بشغله، وممكن تلقاه يمسك كاميرا يشيل الكاميرا يرتب ديكور يعدل راكورات يسوي كل شيء. علشان كذي اليوم تلاقي شغله ناجح ولله الحمد. كأقرب مثال مسلسل كف ودفوف، والله يا جماعة الخير كف ودفوف، اللي طاقم العمل يعرف انا ايش قاعد اقول. اللي يشوف ابو ايمن بداية يوم العمل وشوفه دش على انستغرامه، شوف صورته اول ما صور، شوف صورته اخر ما صور. اول ما صور منير الزعبي خلص هيكل عظمي، لانه تعب ونفسيا وبدنيا. هذا الشخص انا اشوف عيني اعرف ايش قاعد يسوي، هو ورشه فنيه متنقله. مهما قلت في حقه والله